السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقه جديده من سلسله ملح وحلو. في هذه الحلقه هذه نقدم لكم بسكوي بلا بيض اقتصادي سريع التحضير لذيذ جدا بمذاق القهوه. تابعوا معايا مراحل التحضير. بالنسبه للمقادير فهي بسيطه، غادي نحتاج 250 غرام ديال الزبده، ودائما الزبده ماشي المارغارين هي اللي كتجيب لنا الصاب لي زوين وهشيش وكيذوب في الفم وحتى لذيد. المارغارين ما كتجيبناش الصاب لي زوين، وكل واحد على حسب الاختيار ديالو الموجود عنده. الدقيق حسب الخليط، عندي شويه ديال الملحه، 125 غرام ديال سكر بودره سكر كلاصي، 4 المعالق صغار ديال النسكافي مذوبين في نص كاس صغير ديال الماء دافي، هي 7 ديال الغرام نسكافي. غادي ندير الزبده تكون سخونه شي شويه، نضيف عليها السكر ونعجنها بيدي. نضيف هاد نسكافي، ثم نضيف داك الشويه ديال الملحه والدقيق، نبقى كنجمع. بعد ما كنجمعوا العجينه بحال هكا كندخلوها ترتاح في الثلاجه واحد المده ديال ساعه، وعاد كنطلقوها. بعد ما بردات العجينه غادي نديرها على بابيو سوبريزي، ندير بابيو سوبريزي من الفوق نحاول نطلقها. غادي نشوف غادي ناخذ فرشيطة ونحاول ندير خطوط بحال هكا، ثم ناخذ قطعة ونقطع غادي ندخلو المجمد واحد ربع ساعة حتى يجمد مزيان باش نقدر نهز هاد المربعات. بعد ما تجمد في المجمد غادي نحاول نهزو بكل سهولة هكذا، نهزو في الطبسة اللي غادي يدخل للفرن. غادي ندخلو الفرن على درجة حرارة 160. بالنسبة للناس اللي عندهم الفرن ديال الكهرباء ديال الضوء يديرو المروحة، اللي ما عندوش يشعل غير يشعل من الفوق ومن التحت في مرة وحدة، اللي عنده الفرن ديال الغاز يشعل من التحت فقط، عافية تكون مهيلة نار مهيلة، وكل واحد على حسب الفرن ديالو. من بعد ما كيخرج الصابلي هذا من الفران كيجي بحال هكا، من الاحسن اننا نخليوه جبيد خصو يتحمر. غادي نحتاج شكلاط اسود، هذا لو سكر شوكولاتي، غادي نحاول نلصق وحده مع وحده بالشكلاط. بحال هكا بعد ما ساليت ستفتهم في بلاطو بحال هاد الشكل هكا، بحال هاد الشكل. خديت بلاستيك درت فيه الشكلاط وغادي نحاول نحل واحد الثقب اللي هو رقيق بزاف. وندير عليهم خطوط بحال هاد الشكل هذا. الشكل النهائي هو هذا، كنتمنى انكم تجربوه. صابلي لذيذ بزاف بدون بيض، اقتصادي سهل وسريع التحضير، وخصوصا للناس اللي كتعجبهم مذاق القهوه. الى عجبتكم حلقه اليوم ديروا جيم لافيديو وتشاركوا معايا في لاشين ديالي ملح حلو على يوتيوب، في لاباج فيسبوك ملح حلو. وبالصحه وراحه.